والناس كنت تعرف البارح الحدث انه انضاء الاتفاقيه مشتركه للصحفيين واللي باش تعود نفعت للصحفيين، لكن احنا مش فقط اتفاقيه، احنا تقريبا عندنا 23 من المفاوضات سواء كان مع الحكومه او سواء كان مع اصحاب المؤسسات، وكان من بين نقاط المفاوضات انه صندوق سنوي 5 مليون دينار لدعم ترانزيسيون ديجيتال الانتقال الرقمي للصحافه. وايضا احنا كان من بين المطالب تاع نقاط الصحفيين دعم لميديا صغار هم الاذاعه الجهويه والاذاعه الجمعيه، دعم سواء كان بالربط بالوالدين والغير. وكانوا بعض المسؤولين في رئاسه الحكومه يسالونا يقولوا ربي كسرتوا لنا وزنا، نقاط الصحفيين نفكروا في العراق شنو مشكلتكم؟ احنا عندنا يراد الى اوسع. اليوم اللي نحكيو على حريه الصحافه اساسا هو تعدديه وسائل الاعلام وتنوع وسائل الاعلام. اليوم نجم نحكي على حريه الصحافه اذا اليوم علم وسائل الاعلام مختلفه، سمعيه بصريه، صحافه مكتوبه، صحافه الكترونيه، صحافه مختصه في المرأة، مختصه في السياحه، صحافه جهويه. التنوع الوحيد هو اللي يفهم بشعبيه المشهد الموزعين باش نشوف المشهد بتنوع. لذلك احنا معنيين بان تستمر وتعيش وسائل الاعلام مختلفه. اليوم كانت الازمه ازمه الصحافه المكتوبه مش فقط في تونس، في العالم كله. واليوم تقريبا هذه الدراسات تاكد انه اقل من 25 سنه نسبه ضئيله جدا ربما ما تتجاوزش 7% اللي تابعوا الصحف. واليوم وسائل الاعلام المكتوبه وخاصه الورقيه تقريبا ماشيه بكل قطاع. لذلك يلزم القاده وعمليه القاده احنا نعتبروا ان الصحافه هذه عباره عن تراث فكري وطني، واليوم دعمها لمناخ الحريه ضروره وجودها. لذلك نعتبر اليوم الكشف الرقمي هذا نعتبره خطوه مهمه جدا. صحيح خذينا الدراع وخذينا بعد ساعه احسن من ما ناخذوش الدراع بالمره، ربما بلد اخرى اللي هي في نفس المستوى لانه ربما سبقتنا شويه، ولكن مهم جدا اليوم، مهم جدا اليوم لانه اذا كان وسائل الاعلام ما تضعش في اعتبار الجمهور وصولا للجمهور فانه ما عندها حتى قيمه. نعتبر اليوم انه فما روح جديده، روح انه التشاركيه سواء كان بين المؤسسات الوطنيه بين المنظمات المهنيه والنقابيه، روحي لانه اذا كان ما كانش الروحيه التشاركيه هذه ما يمكنش انه نواجهوا المصاعب توجه العالم. مره اخرى شكرا لكم وان شاء الله بالتوفيق.